والله العظيم اني شيء عجيب. انا رايت هذا الموضوع في ام عيني قبل يومين او ثلاثة ايام. كنت رايح انا ويا الاهل والعيال رايحين العبهم بالعاب الاطفال، القى واحده عمرها تقريبا عجوز، عمرها 60، الله يمدها ويطول بعمرها على الطاعه، تمشي بين الالعاب يا اخوي احمد، تمشي بين الالعاب وتطالع يمين ويسار وتطالع يمين ويسار وتقول كنا اتذكر فهد فهد فهد، تنادي تنادي ولدها او حفيدها الصغير فهد. والله العظيم اني جلست يمكن العب الاطفال ساعه واشوفها رايحه وراده، كان اتذكر الحديث، والله تذكرته، قلبي يكاد انه يتفطر يتقطع مثل الشاورما، والله اني تذكرت الحديث. قلت يقول النبي صلى الله عليه وسلم شفتوا هذه؟ لله ارحم بهذه من ولدها، شافتها مضايع كان تاخذه وتلقم ثديها وتشربه حليب. شفتوا هذا المنظر؟ هذا الله اكبر، هذا المنظر لله ارحم بهذه من ولدها. تخيل؟ قلت يا ربي والله العظيم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انك هالحديث هذا يوم انت تقوله قاعد اشوفه بام عيني امام هذه المراه. فانا اسالك والله الحين المقطع هذا او البث هذا ما يريح ما يطمن لما احنا نسولف وتحفنا الملائكه انا والله يذكرنا الله في من عنده انا قشعر بدني ويقول قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. انا قشعر بدني، انا قشعر بدني شوي والله. الله يرضى عليك، الله يبارك والله. احنا ايش نبي من كذي يعني؟ الفلوس خلها على صوب، والصحه والعافيه خلها على صوب، والدنيا بكبرها خلها على صوب، كافي الله سبحانه وتعالى راضي عنك. الحياه ترى هذه الحياه، هذه الحلم، الحياه الحقيقيه بعد ما يكفنونك يحطونك تحت التراب هني تبدا الحياه الحقيقيه. نعم. احنا عكسنا، خلطنا بين الموازين، خلينا الدنيا هي دار المستقر والقرار، وقمنا نلعب ونفكر فيها ونجمع فيها ونعد الزاد والمتاع، والآخرة هي المتاع، هي الزاد الحقيقي. يوم لا ينفع الندم، وأن الدار الآخرة لا هي الحيوان، يعني لا هي الحياة الأبدية، هي الحياة الحقيقية. تخيل